هو الصراحة يعني فكرة المشروع ده بتاعت أنا وأخويا، هو عشان كان في مدرسة سياحة وفنادق وكده، هو كان بيشتغل في مطاعم وفندق، فهو الفكرة دي جت بسبب كده. الحاجة دي كلها بتتعمل في البيت، بستخدم فيها جمبري، كراب، سلمون، عندي سبايس كراب، عندي دوريتوس، عندي فرايد، عندي سموك سلمون. في قطعة بيكون فيها مثلا جمبري وجواها سلمون، في قطعة بيكون جواها كابوريا وعليها مثلا جمبري سبايسي، وفي كابوريا سبايسي برضو، دي بيكون جواها كابوريا وجبنة وبس، تمام؟ ويكون القطعة الواحدة ب10، أي بيس عندي كده ب10. وده مشروع أخويا وليد، هو يعني صاحب المشروع يعني، بيكون بيقول لي مثلا إن شاء الله تفتح مطعم، أو إن أنا يعني أتوسع إن شاء الله وكده. إن شاء الله بفتح إن شاء الله بدل سكوتر كذا سكوتر إن شاء الله. لا ده كانوا بيدعموني، هما بيحاولوا برضو يساعدوني في المشروع كده. الناس اصلا بيقول مثلا في حاجه عندي زفره كده، وانا اصلا ما فيش حاجه عندي زفره، لان كل حاجه بتكون عندي مستويه، ينزل يدور على شغل او يشتغل او يبدا مشروع بنفسه.